بسم الله الرحمن الرحيم. التوكيل في الأضحية هو طبعا إذا في توكيل هذا مجمع عليه، ما في حد خالف فيه أن يوكل من يضحي عنه. ممكن الزوجة توكل زوجها أن يضحي عنها أيضا، ما في ما يمنع الزوج يضحي عنه وعنها وعن أهل البيت، وهي تريد الفضل تريد الأجر، فأيضا ممكن أنها هي تضحي. النبي صلى الله عليه وسلم قال لعائشة قوم اشهدي أضحيتك، يعني كان عندها أضحية، فممكن أنها تضحي، ممكن أن توكل. البعض يقول والله إذا وكلت يعني هل شرط أني أقول والله بسم الله والله أكبر هذا منك وإليك عن فلانة أو فلان أو كذا؟ إذا ذكر الاسم ما في بأس، يعني يذكر، وإلا فالنية تكفي، يعني يكفي نية التوكيل أن والله فلان وكلني في ذلك. مثل الآن الجمعيات الخيرية التي تعين الناس بالذبح عنهم بالتوكيل خارج البلاد، وهذا طبعا فيه سد لحاجة الفقراء والمساكين الذين ربما لا يطعمون اللحم بالسنة إلا هذه الأيام. فلا يشترط أن يقول الله عن فلان وفلان ويذكرون أسماء، وإنما النية في مثل هذه الأمور تكفي إن شاء الله.